جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل يعني هذا أن الإضافة إلى ما ذكر إضافة تشريف؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إضافة تشريف أو إضافة صفة إلى موصوفها، الله أعلم. المهم أن هذا الظل يكون فيه أهل التقوى والناس في الحر والمحشر وفي الضيق والضنك، وأما هؤلاء فإنهم يكونون في ظل وفي برد وفي راحة، نسأل الله من فضله. وكون الظل من صفات الله أو خلق من خلق الله، الله أعلم.